ثواني، حد قاعد على الكمبيوتر ولا لسه؟ باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. علشان الخطيه اكبر عائق او اكبر اوبستكل ممكن يمنعني ان انا اخش السماء، علشان كده اخترت ان انا اتكلم معاكم النهارده الصبح والنهارده بالليل وبكره الصبح وبكره بعد الظهر على شويه خطايا. مش الغرض ان احنا نوصف الخطيه، الغرض ان احنا to discover the sin itself. We have to discover it. لان sometimes احنا اوقات بنعمل خطيه ومش حاسينها، مش we don't feel it. انا هتكلم شويه كده وشويه كده عشان في ناس هنا قطع خالص عربي، يعني شويه وشويه. فانا عاوز ابتدي على مجموعه من الخطايا. اول خطيه هسميها الخطيه الناعمه. خطيه ناعمه يعني soft sin. هو في حاجه اسمها soft sin؟ ما دي المشكله، انها كلمه soft ليه؟ لان I don't feel it. يعني لما الانسان بيكذب بيبقى عارف انه كذب. لو انا ابونا وفي وسطيكم حلفت I will feel shame، ان انا ازاي انا احلف وانا ابونا، فاهمين؟ فاي فيل ات. لكن في soft sins، soft sins you don't feel it like cancer كده، سوري يعني في الفيرست جريد او السكند جريد، and when you discover it it's too late، بيبقى عدى خلاص. فانا علشان كده عاوز اتكلم معاكم على الخطايا الخبيثه، بس هبتدي باول خطيه اسمها الخطيه الناعمه. انت خليك معايا بقى، ركز، انت شغال على الموبايل بتلعب جيم، طب ازاي هتركز معايا؟ اوكي، خاف مني، خاف. اوكي، بصوا يا جماعه لا الاسئله في الاخر. اول نوع من انواع الخطايا الناعمه اللي الانسان بيخدر بيها نفسه، بيضحك بيها. انتوا عارفين anyone can deceive anyone but the worst scenario is to deceive myself. فالخطايا الناعمه دي السوفت سينز دي it is the one that I deceive myself with. انا بضحك على نفسي بيها. such as كلمه حاجه اسمها الخطيه الصغيره. صغيره دي مش خطيه اساسا، يعني في مصر يسموها الخطايا العاديه. يعني واحد يعترف يقول مثلا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، بس اقول له ما فيش حاجه تاني يقول لا، اقول له ما فيش شتيمه يقول لي اه طبعا في، اقول له ما فيش كذب يقول لي في طبعا كذب، اقول له طب ما فيش عصبيه لا في طبعا عصبيه، اقول له طب ليه ما قلتش يقول لا دي الخطايا العاديه، دي الخطايا العاديه، this is normal. يعني مش حاسس ان I don't feel guilty. انا عملت ايه؟ ما كله بيكذب. انتوا خدي بالكم، دي اسمها اول حاجه الخطيه الصغيره. يعني ايه الخطيه الصغيره؟ الخطيه الصغيره دي معناها انك ممكن ناخد اكزامبل من ديفيد. ديفيد لما كان واقف فوق السطوح بيتفرج على الست اللي بتستحمى، بص على واحده عريانه بالرغم انه متجوز اتنين، لكن علشان بصه واحده وقع في الخطيه وبعدين قتل جوزها. في واحد يقول لك هي جت من بصه؟ لا الحقيقه هي جت من شمه، هي جت من سيجاره. في مره من المرات افتكر قداسه البابا شنوده، واحد بيقول له يا ابونا احنا يعني حكايه الخمره دي كلتشر ولا روحيا ولا مش عارف حاجه، بيتكلم كده. فقال له احنا ما جاتش من ازازه بيره يا سيدنا. فانتوا عارفين الرد اللي قاله ايه؟ قال لك تبتدي ببيره وتقلب بكبيره، تبتدي ببيره وتقلب بكبيره. يعني في حاجات صغيره انت مش حاسس. يعني انا لما انا بقابل الناس المدمنين الادكتس دول بقول له How did you start؟ عارفينه ليه؟ A cigarette in weekend. بس السيجارة ما وقفتش عند سجارة، السيجارة بقت علبة A packet of cigarettes، وما بقتش weekly بقت daily. وبعدين بقى عنده أصحاب قالوا له What about have you tried؟ ولما ابتدى يجرب stuck، بقت جزء منه، وقع في الإدمان وممكن يموت بسبب سيجارة ابتداها من 10 سنين. علشان كده الإنسان الروحي ما عندوش حاجة اسمها خطية صغيرة وخطية كبيرة. الآية اللي مكتوب فيها الممنوعين من دخول ملكوت السماوات believe it or not بتتكلم على الزنا، وبتتكلم على مضاجع الذكور، وبتتكلم على المأبنون
اللي هم يعني برضو نوع من أنواع مضاجع الذكور. وفي نفس الآية بيكلم على الطمعون والشتمون. ياه بقى الشتيمة زيها زي الزنا، لو الشتيمة من غير توبة مش هتدخلك السماء. وعلشان كده في الكريستيانتي ما عندناش حاجة اسمها خطية صغيرة وخطية كبيرة، لو انت فوتت دي هتفوت دي، ولو انت فوتت دي مش هتخش السماء. عايز اقول لكم مثل، وات اباوت في انسان عنده ماسوف كانسر كده، ورم سرطاني 5 كيلوز، وبعدين الدكتور دخل عمل له جراح شال 4 كيلو 999 جرام وساب جرام واحد، ساب جرام واحد. انتوا فاهمين انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على ورم سرطاني شلت 5 كيلو ومعرفتش اجيب اخر جرام. العمليه دي نجحت ولا فشلت؟ فشلت. ليه؟ لان الجرام ده هو هيموت الانسان بعد كده. علشان كده في الحياه الروحيه بتاعتنا don't take it easy، ما فيش حاجه اسمها تيكت ايزي مع الخطيه، ما فيش تيكت ايزي، فيش تيكت ايزي خالص. علشان كده ناخد مثل تاني، في ايه في الكتاب المقدس هتبقى صعبه على اللي ما بيعرفوش عربي، بتقول ايه؟ ما تاخدش التعالب الصغيره المفسده للكروم. انا هقولها، الكروم اللي هي الفاين يارد والثعالب اللي هي سمول فوكسز، هاف يو ايفر سين ا سمول فوكس؟ It's a very cute. عامل كلب كده زي، كان في كلب في مصر بيسموه لولو زمان قوي كده، كلب very cute كده لذيذ يعني، بس الفوكس is a fox. فبيقول لك الكتاب المقدس الفوكس الصغير ده ما تستهترش بيه، لأن هو الفوكس ده لما يخش الكارما بتاعتك الفاين يارد بتاعتك هيخش لوحده، فأنت المفروض you have to beat him, you have to kill him. بس أنت قلت لا، It's very cute animal, leave him. يعني هياكل قد إيه؟ عنباية؟ عنقود عنب؟ ما ياكل اللي ياكله، مش هتفرق، ما انا عندي العنب كبير قوي. اللي محدش عارفه ان الفوكس ده after one year صفر لفوكساية، فجات له الفوكساية، و after 6 months بقوا 12 foxes little babies لذيذ كيوت. in 2 years كلوا كل المحصول، كلوا كل الزرع، كلوا كل الفروتس. عشان كده ربنا بيقولك مفيش حاجة اسمها خطية صغيرة. اللي بيتنازل في الوحدة، أحكي لكم حكاية، العواجيز فيكم هيعرفوها زي، بس أنتم مفيش حد فيكم عواجيز فمحدش عارفها. أيام زمان كانت تيتا أم أبويا تعمل لنا حاجة اسمها بلوفرات، عارفين الجرس المكان التريكو بتاع التريكو ده، فكانت تعمل البلوفر وبعدين تقول ييه هعيد الثلاث تسطر دولة، I'll go back for the last three lines. فبقول لها ليه يا تيتا؟ بتقول لي عشان I skip just a little hole كده، حته صغيره، غرزه صغيره كده. فاقول لها يا ماما ما جاتش من دي يا تيتا؟ تقول لي لا، الغرزه دي تخليه كر كله. حد فاهم حاجه؟ اهو نفس الموضوع في الحياه الروحيه، ما ينفعش انسان يقول دي بصه وبصتها، دي ريحه وشمتها، دي اكله واكلتها، دي لمسه ولمستها. لا لا، عشان كده دي خطيه ناعمه، I don't feel it، لكن at least to أو at least to death، هتموتني لو أنا ما توبتش عنها. مثلا علشان كده الكتاب المقدس بيقول آية، بتقول اللي بيغلط في واحدة، أنا أقولها بالبلدي عشان يعني مش لو قريت الآية دول مش هفهم، اللي هيغلط في واحدة كأنه غلط في إيه؟ في كل حاجة. اللي غلط في واحدة كأنه غلط في كل حاجة. يبقى أول خطية اسمها الخطية إيه؟ هسمع لكم في الآخر الصغيرة، لا العنوان الكبير اسمه الخطية الناعمة. أول خطية في الخطايا الناعمة، لا بصوا العنوان الكبير اسمه الخطية الخبيثة، أخذنا منه الخطية الناعمة. الخطية الناعمة 5 خطايا، أول خطية في الخطية الناعمة الخطية الصغيرة اللي بقول هي تيكت إيزي، إتس سمول سين، ما فيش حاجة عندنا اسمها سمول سين، دي أول ناعمة. نمرة 2 حاجة اسمها الخطية المستخبية. يعني ايه الخطيه المستخبيه؟ the hidden sin. يعني ايه the hidden sin؟ خطيه مستخبيه. عارفين اقولها لكم ازاي؟ عارفين الشيطان لابس ملاك، حد فاهم حاجه؟ مش ممكن الشيطان
يظهر في صورة ملاك. ممكن الكتاب المقدس بيقول كده الهيدن سين كده الهيدن سين it is a sin لكن it looks like يعني حاجة يعني لا مش عايز أقول كيوت لا دي حاجة كده هتفهموها يعني خطية لبسة فضيلة اللي ما ممكن تترجموها البعض خطية لبسة فضيلة يعني إيه هناخد examples the first example will show it يعني هيفهمها will explain it يعني مثلا أنا خبيث خبز بخادع خداع tricky person like a snake أو snaky way in my always and I'm snaky one deceiving everyone I'm very smart and very clever and I know how to يعني يعني to control everyone around me ولما حد يقول لي يا ابونا انت خبيث او انت لئيم او you deceive people اقول له no it's wisdom it's wisdom دي حكمة ايش عرفكوا انتوا واحد يقول لي ايه فضلت يلف بيا يلف بيا ولف بيه ويلف بيا ولف بيه ولقح ولقح له والدين وديله وهو من فوق وانا من في ايه هو ربنا خلقنا كده ليه احنا ليه بقينا في جنجل بالشكل ده يعني ما الدنيا بسيطه ويعني ليه ما نبقاش بسطه مع بعض بس تقول لي مين بقى لك على مين وفضلت تسالني 10 ساعات جبت النضاره دي منين انها تعرف من اختك ما عرفتش فتقول لها طب ازاي كده تقول لها اختك حكيمه ده انت خبيثه ما تعرف يا ستي ولو جابت واحده زيها هيجرى لك انت ايه ولو انت جايبها من سوق اليهود ب$3 ايه اللي يجرى يعني ما تقول انها ب$3 لك لا اصل انا جايبها فيرست كوبي وهم فاكرينها اوريجينال انا افضح نفسي اقول جايبها فيرست كوبي لا طبعا خليهم يا هم يعتقد ان يا مش لاقي كلمه اقول غير يا وبعدين اعتقد ان دي حكمه واحد يقول لي ابونا ابراهام وابونا لوقا انا بقول اي اسماء يعني اقول لك اصل انا ابونا ابراهام انا بقى الحكيم بقى عارف عاوز يسمع ايه فانا بديله اللي عاوز يسمعه طب وابونا بتاع لا انا برضو مظبطهم ده انفخ فيه ده خلص له مشاوير تبقى فرخه كشك عند الاثنين انا مظبطه ايه ده هو ده اسلوب ولاد ربنا هو احنا بقينا كده امال البوليتكس هنسيبها لمين احنا بقينا زي بتوع السياسيين في حاجه غلط بتحصل واذا ما كنتش انا اصارح نفسي بالغلط اللي جوايا حتى لو سميت الخطيه باسم الفضيله it is still a sin ناخد مثل تاني انا انسان شديد جدا جدا قاسي very cruel hearted يعني قاسي قوي يعني انت غلطتي بره كده ده دي طريقتي وبعدين واحد يقول لي يا ابونا انت قاسي اقول له لا ده حسم والحسم فضيله انت ناسي المسيح لما دخل الهيكل ولقى الناس اللي بتبيع الحمام وبتبيع الفراخ وراح مسك الحزام اللي كان ماسكه وطردهم كلهم ولم بيت ابي بيت وانتوا جعلتوه مغاره لصوص ها في ايه ما تهدى شوي فاحنا عاده دي خطيه تانية في المشاكل الزوجيه بقى اسمها الدينايل يعني الرجل البخيل عمره بيقول انه بخيل طب البخل خطيه ولا مش خطيه خطيه لما تقول البخيل انت بخيل ولا ايه انا عندي فضيله اسمها فضيله الحرص كل دول السفهاء سفهاء مش عارفين قيمة القرش مش عارفين قيمة ده الله يرحمه جدي كان يقول ده هو اللي بيقول مش أنا يعني القرش الأبيض ينفعك في اليوم الأسود طب ده مفيش ألوان تاني يعني مفيش مرة كده تخرجوا تتفسحوا وتصرفوا ليه أكل البيت كله بروتين الأكل بره كله جانك فودز طب أي حاجة طب هناكل بروتين بره نو بتاع البيت هيلسي لا لا في انسان بخيل يقول انه بخيل مفيش انسان يقول بخيل اهدي الخطيه اللي لازم نفكر فيها يعني ايه نفكر فيها دي بيسموها الهيدن سين ناخد اكزامبل تاني الرياء اهلا اهلا ابونا ارمي وحشني صدق
ضايقني طول السنة اللي فاتت بفكر فيك وأنا كنت ناسي اسمه. نقبل الأيادي، ابنك وخدامك حللني يا أبونا. إيه ده؟ طب I miss you حلوة وأونست وطلع من قلبي فعلا يا أبونا وحشني وجيت على قلبي مرتين تبقى حلوة. للإكزاجريشن في الكذب. وهنوصل من بره لإيه؟ بس لما واحد يقول لي يا أبونا أنت مرائي ودبل فيس أقول له لا I'm not. دي compliments. يا سلم دي compliments. لا كومبلمنتس حاجه ترو. يعني مثلا لو انت بتقول لي ايه رايك يا ابو في البلوزه دي وبلوزه حلوه اقول لك اه لذيذه. طب بكره جيت لواحده ملطشه زرقاء خضراء حمراء زي البلياتشو تقول لي ايه رايك يا ابونا اقول لك جميله قوي يا دكتور جميله. لا طبعا انا كده ابقى كذاب انا مش بجاملك. على الاقل اقول كلمه حق اقول لك بتاعت امبارح كانت احلى ما جرحتكش بس ما كذبتش. لكن اوقات احنا في الكالتشر بتاعتنا نكذب كتير قوي وزي أصلا ما حبيتش أجرحه. هو أنا أقول لك تجرحه وتخبطه وتموته أنا ما قلتش تجرحه بس ما فيش داعي إنك أنت تكذب تحت بند إن دي فضيلة. لا دي كذب. أوديكم مثل تاني على الخطيئة المستخبية إحنا قلناها دي اللي بعديها. آه فنان بيرسم صور دخلت بيت لقيت واحد عامل كل التماثيل حاجة واحدة كده يعني مش عايز اقول يعني. فبقول له ده ايه ده؟ فهو ضحك. قلت له هو كله كده؟ قال لي ده فن تجريدي. قلت له انت فعلا مجردهم خالص يعني ليه كده يعني يقول لك ده فن ده ارت 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 كل الارت كده مفيش ارت تاني. واحد يقول لك ده فن اصل انتوا مش هتفهموا الفن. طب يعني ما في حاجات تانية فن حلو برضه. لا انا عايز اقول لكم الناس اتعودت انها الطبع البايخ تحطه تحت عنوان حلو عشان تبرر الخطيه لنفسها. يبقى اول خطيه كان اسمها الخطيه الصغيره وما عندناش حاجه اسمها خطيه صغيره. تاني خطيه اسمها الخطيه المستخبيه وما عندناش حاجه اسمها خطيه مستخبيه. الغضب والتشهير بقت موضه دلوقتي. الفيسبوك ده من أسوأ الضربات اللي بتضرب الكنيسة. أي واحد مش عاجبه أي تصرف في الكنيسة. يعني أنا أبونا كاهن مثلا وبعدين دكتور وائل جاي يلبس شماس معايا. قلت له وائل أنت بتحرجني قدام الناس أنت جاي بعد ما ابتديت صلاة الصلح يا حبيبي. لا معلش أجلها المرة دي المرة الجاية. ده حقي ولا مش حقي؟ ردوا عليا ده حقي ولا مش حقي؟ يا نهار ابيض دي لما تحصل في كندا بقى يا خبر ابيض. هات الفيسبوك ببلاش. عشنا وشفنا الكهنه اللي تطرد والاب اللي مش عارفين وفين الاب في مثل الابن الضال اللي حضن ابنه ولبسه الدنيا بنفسه وفين 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 فين. يبقى تعين الكاهن مش عامل كده مش عارف اللي هيكتب عليه بكره. كارثه كارثه. الحمد لله احنا لسه في مصر. فهنا بقى دي ايه؟ دي عباره عن ايه؟ تقول له يا حبيبي اللي انت بتكتبه ده الناس تانية بتقرا احمد بيقراه ومحمد بيقراه هيقولوا ايه على الكنيسه؟ يا ابني ده اللي امه عريانه بيغطيها مش بيفضحها ويشهرها. يقول لك وي ار ان فري كونتري اتس ماي اوبينيون اند يو هاف نو رايت تو سي نو. اتأمريكينا اكتر من الامريكان مش كده؟ اهدي اسمها ايه دي؟ دي اسمها الخطيه المستخبيه. ابقى غضبان لا اي حد يعمل كنترول على الكيدز. نو كيدز هير. ماما قومي بسرعه يا ماما قومي بسرعه ودخليه تاني. اقعدي له على الباب يا حبيبتي. لو كل واحد هيجي يفرجنا البالونه مش هنخلص يا ابونا. واحد يقعد بدبوس هنا كل بالونه تطلع يفرقع. احذر الفيسبوك. احنا قلنا كم خطيه دلوقتي؟ من الخطايا واحده الصغيره الثانيه المستخبيه. فهمتوها؟ الناس اللي بيعملوا لهم الخطايا المستخبيه ديت بيسموهم الدينايل. يعني عمره ما يعترف بخطيته بس يلبسها عنوان يبلح حالنا بيه.
تالت نوع من أنواع الخطايا، الخطايا المبررة. يعني إيه الخطايا؟ The justified sins. يعني I know it is a sin لكن I have an excuse to do it. دي بيسموه justify sin. ودي ناس كتيرة قوي بتقع فيها وتعملها. يعني على سبيل المثال، صوروا مثلا راجل واقع في الأدلتري، راجل بيخون مراته، راجل بيخون مراته، خيانة خيانة، الزنا زنا، الزنا زنا، فيها هزار، فيها فصل، الزنا إذا زنا خلاص زدت. فتقول له أنت زنا، يقول له تفتكر يا أبونا في واحد مرتاح في بيته يخون مراته؟ أنتوا خدتوا بالكم هو عمل إيه؟ عمل إيه؟ كاونتر أتاك بيسموها. يعني إيه؟ هجوم عكسي. يعني هجوم عكسي؟ الخطايا المبررة. أنا I'm a very good husband لكن she neglected me. أنت متوقع مني إيه؟ I'm a human. واخدين بالكم justifying كلها excuses، بس الإكسكيوزز دي كلها مش مقبولة من ربنا. So don't ever deceive yourself بإكسكيوز ربنا أنت عارف أنه مش هيقبله. ربنا يقبل كلمة واحدة بس، أخطيت أنا آسف مش هعمل كده تاني، غير كده لا. ناخد examples على الخطر المبرر. الصوم، بتصوم بتصومي؟ لا الحقيقة، لأصل بص يا ابونا الصوم صوم اللسان، بتوعزني بقى، هي بقى بتوعزني بقى يا ابونا، ده انت ابونا ومعلمنا كلنا، هو الصوم صوم الأكل، يفرق ايه مع ربنا الأكل؟ المهم صوم القلب. انت عارف الشعب اللي كله في الكنيسة يا ابونا كله صايم وكله بيتكلم على بعض، يبقى ما حدش فيه صايم، لكن أنا I keep my mouth shut وما بتكلمش على حد، لكن مش هصوم. ماشي، طب ما تعملي الاثنين، ما تتكلميش على الناس وتصومي. فدايما عندنا ناس، واحد تاني عصبي جدا، تقول له انت عصبي ليه؟ يقول لك هو اللي بيستفزني. قبل ما تسألني انا اتعصبت ليه، زي عندنا في مصر اوقات كده واحد يقول لي، اقول له ايه الخطأ اللي بتعمله؟ صدقني يا ابونا مفيش. اقول له كويس. اقول له بتشتم؟ يقول لي وانا سايق بس. اقول له بتحلف؟ يقول لي لما اللي قدامي ما يصدقنيش. اقول له بتغضب؟ لما مراتي تستفزني. طب ما انت بتعمل كل الخطايا اهو، بس هو عمره ما اعترف بواحده. ليه؟ دايما accusing the other one، البارتنر بتاعه انه هو السبب، لكن انا I'm an angel. عارفين مين اللي عمل كده؟ آدم. ربنا بيقول له ليه اكلت من الشجره؟ نو شي 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 شي. طب وانت سوعتها ليه؟ انتوا عارفين ان آدم عمل ايه؟ قلب على ربنا وعلى ايه؟ على حواء، لانه قال المرأة التي اعطيتني. يعني مين السبب؟ انت اللي جبتها، انا ما طلبتهاش. انا طلبت حواء؟ انا ما طلبتش حواء، انت اللي خلقت حواء، وحواء هي اللي شورت لي وانا اكلت، يبقى مين اللي غلطان؟ اتنين. وعشان انت ربنا مش هقول انت، بس هي، بس والحق هو انت وهي. ليه؟ انت اللي خلقتها وهي اللي زقتني وانا اللي وقعت، يبقى مين اللي غلطان؟ I have to be excused. يلا بقى خد حواء واحرقها، يلا احرق حواء بقى، ما هي اللي قالت لي، انا ما عملتش حاجه. مش حواء؟ حد فاهم حاجه؟ احنا بقى كلنا بنعمل كده، كلنا بقى بروفيسورز في الحته دي. حاجه كمان على سبيل المثال قلتها دي في الشتيمة كمان، أقول له يا ابني ما تشتموش، أنا بوصفه. في لما واحد يقول على، عارفين اللفظ اللي هي غين به يه، اللي هي عكس ذكي، أوكي عكس. فأقول له يا ابني ما تقولش على واحد كده، يقول لي يا ابونا أنا بوصفه، ما تشتموش. أنا ما بشتموش، أنا بوصفه. في فرق بين شتيمة دي في الإنسلت، وفي حاجة اسمها بوصفه عند ديسكرايب، في فرق كبير قوي الحقيقة، هما الاتنين واحد. أنت بتضحك على نفسك. برضو من الخطايا المبررة حاجة تانية اسمها واحد يقدم تنازلات، فأقول لها مثلا يا بنتي عملت كده ليه؟ تقول أصلا ما حبيتش أزعله. نعم، يعني ما حبيتش أزعله؟ زعل ربنا يعني؟ واحد يقول للحد صاحبه اكذب عشان خاطري، to save my neck، just it's a little lie but it will save my neck. وبعدين اقول لها طب ليه كذبت يا بنتي؟ تقول لي اصل ما حبيتش ازعله. نعم، يعني بتقدر على ربنا تزعله وما تزعلش الناس؟ هو مين اهم؟
نزعل الناس ولا نزعل ربنا؟ بس احنا كمان بنعمل كومبرومايز دي كتير. علشان كده احنا محتاجين نفهم يعني ايه خطيه مبرره. I justify my sin. المرأة اللي انت اعطيتني. علشان كده I don't feel guilty. She is the guilty one. I am not. بس بنعمل كده. لما تخش على عيال صغيرة عندهم العيال الصغيرة كده لما تخش عليهم في الحضانة تقول مين اللي دلق الشوربة دي؟ مين اللي دلق البيبسي دي؟ مين اللي دلق الكلام كله؟ اوتوماتيك كده فالنتير، كلهم فالنتيرز كده، كلهم يشاور. واللي دلقها هيجري. ما حدش بيقول انا عملت. من برضو الخطايا المبرره، لا لا انت مش معايا خالص، مش معايا خالص، مش معايا خالص. عارفين بيسموه هنا الويد ولا بيسموها الايه؟ الحشيش، المرجوانه والحاجات دي. مره قعدت مع ولد بيعترف عندي، كان الخادم بتاعه السيرف بتاعه هو الولد ده كان لا لا انا لخبطت قصتين ببعض. التاني كان بيشرب سجاير، لا ده واحد كان متجوز ومراته جت حكت لي قالت لي بيشرب حشيش المرجوانه بتاعتكم، يعني بيشرب مرجوانه وحاجه زي كده. فبعدين رحت انا بقول له ايه، جه اعترف الراجل. فقلت له ما فيش حاجه تاني؟ قال لي نو، ما جابش سيرتها خالص. قلت له حاجه كده ليها حكم العاده، شاي قهوه، حاجه بتشربها مش عاوز تبطلها، قول يعني يلا بسهلها لك اهو، بحط لك الاجابه على طرف لسان. قال لي ما فيش. فانا بقى خلاص قلت له ما فيش حشيش؟ بقول له ما فيش دراجز؟ قال لي ما فيش دراجز. قلت له يعني ما فيش حشيش؟ قال لي لا في حشيش. قلت له طب ما الحشيش دراجز؟ قال لي نو، الحشيش مش دراجز. قلت له الحشيش دراجز؟ الحشيش مش دراجز. قلت له الحشيش دراجز؟ الحشيش مش دراجز. فبنتخانق، ما اقدرش اتخانق انا ابونا برضو، فلازم يعني اهدى. قلت له امال الحشيش ايه؟ قال لي مش انتم في الكنيسه بتقولوا يا ملك السلام اعطينا سلامك؟ قلت له اه. قال لي وات اباوت ربنا يكون عمل حاجه giving you peace. انا برجع قبل ما اطلع لمراتي، وبعدين هو قال لي مراتي اللي قالت لك صح. المهم بيقول لي بقعد في العربيه اشرب سيجارتين، يعني يعمل سيجارتين بالحاجات دي، يشربهم سيجارتين. then I feel calm and peace. اطلع بقى تقول اللي تقوله، تزعل انا مش شايفها اساسا. يعني انت يرضيك ابطل واجيبها لك كل يوم مضروبه علقه؟ انتوا واخدين بالكم؟ هو مش عاوز يعترف ان دي خطيه، امال عاوز يعمل ايه؟ to justify the sin. فانتوا بتقولوا اهم حاجه السلام. I found it. لقيت the way to peace. the way to peace قطعه من الحشيش وخلاص، يعني وخلاص هو ده عد كده. بس هو مقتنع بكده. طب ده هيتوب ازاي؟ مش هيتوب. عشان كده الخطايا المبررة دي عيبها إن ما بتخليش الإنسان يتوب. ليه؟ أنا مش شايف أنا بعمل حاجة غلط، هي جات من دي، هي جات من دي، عامل زي الخطايا الصغيرة بالظبط. أو في حاجة تانية أسوأ بقى، the worst ever. تقول لواحد أنت بتعمل كذا، يقولك أما كله بيعمل كده. أنت مثلا بتتفرج على شاب مثلا، بقوله بتتفرج على حاجة وحشة، اللي إحنا عندنا كنا هنا في المدرسة بنتفرج. لا، ما هو كون انك انت تقول كله بيتفرج، الحقيقه مش 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 هو ده اللي هيدي لك ليجابيلتي، يعني انك انت تعمل كده. لا، ليه؟ لان ابتديت تقيس على ايه؟ على الشر اللي حواليك كله. هو في سؤال عاوز اختم بيه، مهما تبررت، how much you have justified your sin. Does God accept your what you say, يعني to justify your sin? Never ever. قول اللي انت عايزه. قول اللي انت عايزه. قول انا خنت عشان هي اهملتني، هتبقى في نظر ربنا في البحيرة المتقدة بنار وكبريت اللي اولها الزنا. مفيش حاجة تبرر الخطية. اصل هو هي از ماي فرانس وانا فيانسي، ويعني قال لي ده اكسبريشن اوف لاف وي هاف تو. لا، ربنا قال
بعد الإكليل دي تبقى جسدك وده جسدك، قبل الإكليل لأ. البيوريتي ما بقتش موجودة، لأن كل الناس اتعودت إنها تقيس على المجتمع اللي عايشة فيه أو to justify the sin. دي physical needs. يا سلام، طب ما احنا هنعمل إيه بعد كده لو احنا وافقنا على الكلام ده؟ احنا قلنا كم خطية من الأول؟ نمرة واحد الصغيرة، اثنين المستخبية، ثلاثة المبررة، أربعة الخطية المعلنة. يعني ايه بقى الخطية المعلنة؟ عارفين المثل اللي بيقول اللي اختشوا ماتوا؟ هي دي بقى الخطية الايه؟ المعلنة. ان الواحد يعمل الخطية showing off، يقول I can have a bottle of scotch وأسوق لغاية تورونتو. طبعا ما فيش حد بيسوق لغاية تورونتو، عدوها دي. المهم يعني، يعني ايه؟ يعني اصل انا دماغي كبيره قوي. انتوا واخدين بالكم انا بعمل ايه؟ انا بفتخر، I feel proud ان انا يعني ان في مصر كده في الفاظ كده مش عارف اقولها لكم ازاي، لا بعرف اقولها بالعربي ولا بالانجليزي. يقول لك اصل انا مخربش قوي. يعني ايه مخربش؟ يعني انتوا عارفينها ولا انا؟ لا، مخربش دي معناها البلاي بوي، يعني الواد الشقي. يعني افتكر كده يقول لك انا ما فيش واحده تعصى عليا. ياه، انت 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 مبسوط انك كده؟ انت مبسوط انك كده؟ ناخد امثله. يعني لما الانسان بيفتكر ان هو قالها يعني خلاص اتس ليجل، ما انا قلتها خلاص فانا مش مكسوف منها انيمور. اديكم امثله. يعني مثلا واحد يقول، اتنين مثلا بيتقدموا لبعض عندنا في مصر، فيقول لها ايه، انا بس عايز اقولك من الاول ان انا عصبي. ايوه، يعني ناوي تعمل ايه؟ عصبي. ايوه، يعني ناوي بتحاول بتاخد تدريب روحي، بتصلي، بتعمل مطنيات، بتحاول تتدرب انك تبطل عصبيه؟ لا، بس انا قلتلك ان انا عصبي. فلما يجي خناقه في يوم من الايام ويتخانقوا وهم ماشيين بالعربيه ويتعلي صوتها ويعلي صوته، روح فتح الباب ولا هنزلي بره في وسط الشارع، وينزلها من العربيه حاجه ما تتفهمش، وبعدين تصعب عليها وتعيط ازاي سبتني انت في وسط الشارع، يقول انا قلت لك من الاول ان انا عصبي. يا سلام يا سلام، انت بتقول ايه؟ طب ما انا عصبي خلاص هقتلك. عصب انا عصبي، انا كمان هقتلك. انت تنزلي وانا اقتلك، صح؟ احنا اتنين عصبيين بقى، ما كل واحد بيعلن خطيته فما بقاش مكسوف منها. مثلا حاجه تانية، زي انا سبور، ولد كده بيتقدم لبنت في مصر. على فكره انا عايز اقول لك حاجه، from the first moment I cannot lie. انا اقول لك انا very سبور. انا نادي هليوبلس، نادي الجزيره، كل النوادي بتاعت مصر، كل اصحابي بنات. انا تقريبا كده close friends about 120 girls كده all over the country. يعني احنا اصحاب وبتاع، كل اصحاب. ما بحبش البنت اللي بتغير، حبش البنت اللي تغير. وانا مسميهم هاني وباني وفاني، وكلهم كده اسماء حلوه قوي قوي، سويتي. طب انا مين؟ انت خطبتي. ايوه، يعني وان امونج، يعني ان انا ايه في كل ده؟ انت اللي خطبتك فما تغريش بقى. وبعدين تجي لها تليفون مثلا صاحبته اسمها واتيفر، يعني هاني نسميها هاني. فصاحبته اللي اسمها هاني دي بتكلمه، قال لها لا سوري، بيقول لخطيبته اللي رخيني ما عاشوا بعض، لا عن اذنك I have a very important call من هاني و I have to take this call out of you عشان ما تسمعش اي حاجه، دي حاجات بيني وبينها بس. فتقول له اللي انت بتعمله انت بتموتني. لا انا قلت لك من الاول ان انا سبور. انتوا فاهمين؟ هو فاكر انه حط ادريس للبيهيفير بتاعه، so you have to accept it. لا، كون ان انا عصبي، حتى ايفن صو ان انا عصبي، ده معناه لازم اجاهد، لازم اعتذر لما اغلط، لازم I regret what I have said في لحظه الغضب بتاعتي. لكن هنا دي بقى خطيه سيئه قوي. واحد يقول انا شقي. انا شقي يعني انا شقي؟ انا شقي، انا شقي يعني ايه؟ فور هاو فار؟ يعني شقي بتضرب بومب يعني ولا؟ ما هو شقي دي بتضرب، انها بتضرب بومب وبتجري ورا الكلاب في الشارع في مصر. يعني اللي بيجري ورا الكلاب بيقول عليه ولد شقي. انها بتبتدي من هنا بس. فور وات ليفل انت كلمه انا شقي دي؟ فور وات ليفل يعني الليفل بتاعها ايه؟ لها ها ها ها
طب باي باي باي. ما هو ازاي كده شقي؟ وبعدين لا انا ما قلت لك من الاول انا شقي. وعايز اقول لك حاجه، كل الرجاله اشقي. انت خلاص عملتها رول. انت ازاي كده؟ مش بقول لكم اللي اختشوا ماتوا؟ يعني فعلا في ناس كده، وانس ان هو قالها خلاص انا قلت وانت قبلتي، ما نجيش بقى نساوم بعد كده. بس على سبيل المثال واحد يقول مثلا انا صريح. كويس انك انت تكون صريح، بس في حاجه اسمها صريح وبولايت، يعني انك انت تكون دايركت اتس جود انك تو بي دايركت، لكن في الوقت نفسه انت ممكن تكون بولايت. يقول لك لا انا احب كده انا صريح واقول للاعور انت اعور في عينه. مين قال لك تقول للاعور انت اعور في عينه؟ مين ادالك الحق انك تدي لك الاعور في عينه؟ مثلا اتنين اصحاب، انت صاحبتي في كني، احنا اتنين اصحاب ستات، يعني مثلا اتنين اصحاب ستات، انا عايز اقول لك حاجه، انت عارفه ان صاحبتي، وانا اقول للصريح صريح، انت من ساعه ما كبرتي، من ساعه ما تخنتي وبقيتي من سايز 14 بقيتي 18، وانت ملخبطه ومكعبله ولخبطتي خالص، وبصراحه اقول لك حاجه، بقى كل الناس بتقول عليكي بقيتي مقرفه. انت عارفاني انا صريحه. لا دي ملهاش علاقه بالصراحه خالص خالص، دي لها علاقه بالاقتحام وقله الذوق وقلة المانرز وقلة الأدب وكل حاجة. بس أنا صريح. طب إيه 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 الكريدت اللي عندي عندك عشان أقول لك حاجة زي كده؟ وإحنا عارفين دي حاجة very personal. بس إحنا أوقات we go beyond the limits. We go beyond the limits. وأقول أصلا أنا صريح. ابونا ما تزعلنيش، ما تزعلش مني يا ابونا، يعني ما تزعلش مني، انا بحبك قوي، بس انت صوتك في القداس وحش والوعظه بتاعتك اوحش وافتقادك ما فيش، بس انا بحبك يعني تحبني. امال لو بتكرهني تعمل فيا ايه؟ يعني انا اتخيل لو انت بتكرهني هتعمل فيا ايه؟ زي في رجاله كده بعنك تسم مراتها ثلاث مرات، يعني على بتسمم ستاتها كده، لها دايما كل كلامه هو ايفن سو انه ممكن يكون صح، بس بيتقال بطريقه بايخه قوي قوي. يقول لك انا قلت من الاول انا صريح. لا، على نفسك انت، مع نفسك وقف في المرايه وقول لنفسك اللي انت عايزه، لكن لما تيجي تتكلم معايا انا، انت ليك ليميتس وليك باوندريز، dont ever cross them، dont ever cross them، لانك انت you hurt me. لما بيكون في حب قوي وفي رصيد من الحب، ممكن الانسان يبقى صريح مع اللي قدامه، ايفن زو تبقى بالراحه. احنا قلنا كم خطيه؟ واحد كانت ايه الصغيره، الثانيه لا الاولانيه الصغيره، الثانيه مستخبيه، الثالثه المبرره، اربعه المعلنه، واحدة تانية تقول بقى ايه دي في مصر، بس الحمد لله عندكم مجتمع احسن مننا شفتي، تقول له انا متدلعة، انا دلوعة بابا. يعني دلوعة بابا؟ يعني هتتجوزي؟ اه طبعا، ما انت خطيبنا هو هنتجوز. ايوه يعني ان شاء الله مين اللي هنشتغل في البيت؟ وتقول لي المواعين عليك انت. ليه؟ ما انا متدلعة. طب والنظافة برضو عليك انت. ليه؟ ما انا متدلعة. ايه ده؟ هو لما انت تقول انت متدلعة يعني الناس تظبط نفسها عليكي، ولا انت اللي تعلمي بطل الدلع وتبقي ست كويسه؟ فاهمين عايز اقول ايه؟ فاوقات الواحد بيحط لنفسه عنوان علشان to force people to deal with him the way he likes not in the proper way. يعني انا يعني اتصوروا مثلا انا هسوق بيكم من هنا لغايه فين، حتى بلاش تورونتو، خليها مونتريال اقرب شويه مثلا. انا بقول هسوق، وانا اول ما دخلت قلت لكم ربطوا الحزمه، ربطوا الحزمه، عايز اقول لكم حاجه، انا عصب جدا في السواقه، ما فيش حد يكلمني، حد مش عارفين، حد مش عارفين، انا اهو رجعوا. طب انا عملت فيكوا ايه كده؟ دي بقت مصيبه، دي ما بقتش رحله، دي ما بقتش مصيف. هو مجرد ان انا قلت انا عصبي يبقى انتوا لازم تستحملوا عصبيتي، ولا انا لا اتعالج؟ انا لا اتعالج. فكلنا فينا الحته دي، كلنا فينا الحته دي. تالي احنا خلصنا ولا لسه في حاجه تاني؟ اه
اللي اختشوا ماتوا. يعني اللي اختشوا ماتوا دي مراجعة بقى على النقطة بتاعت الايه الخطية المعلنة، ان الواحد يجاهر بخطيته. عارفين يعني يجاهر بخطيته؟ يقعد كده يفتخر بالماضي بتاعه، ده انا كنت شقي شقاوة. ايه ده؟ عايز اقول لكم ان مش ضروري نكون في اي نوع من انواع الخطايا دي، بس احنا بنعمل سكانينج لانواع الخطايا دي، لان انواع الخطايا دي هتلاقي نفسك يا واقع في خطايا صغيره، يا خطايا مستخبيه، يا خطايا مبرره، يا خطايا معلنه. صح ولا مش صح؟ باوير نظر احنا كلنا بنقع. وليه بنقول الكلام ده؟ علشان اللي واقع في حاجه زي كده يلحق يبتدي يقدم توبه. طولت عليكم مش كده؟ انا قلت لابونا هتكلم 45 دقيقة بس يظهر ترتشت مني شوية، ولا معقول كده؟ طيب احنا هناخد ناخد ايه يا ابونا؟ ترنيمة. هناخد ترنيمة وباك تو باك. تحبوا اسئلة؟ تحبوا طب استنى معلش يا ابونا بعد اذنك هستأذنه. تحبوا اسئلة دلوقتي از بريك، ولا ناخد ترنيمة والسكند سبيتش؟ انتوا عاوزين ايه؟ عاوزين اسئلة دلوقتي، عاوزين اسئله. بصوا يا جماعه، دي تريك اي يوز تو دو في كل المؤتمرات اللي انا بعملها عشان افكركم بروح مصر. لما انا اسالكم اي سؤال واديتكم الاوبشن ان كنتوا تجاوبوا، انت عندك وان انسر تو ريبلاي. اللي تشوفوا يا ابونا اسمها ايه؟ اللي تشوفوا يا ابونا، انسوا كندا، انسوا فانكوفر، انسوا الويسترن كلتشر دي، احنا صعايده، احنا عندنا ابونا يمشي كده الناس تقف له وقوف كده. انا بقول لكم اهو. طيب هسالكم سؤال، هسألكوا سؤال. تحبوا ناخد بريك ولا نكمل على طول؟ أيوة كده أسلكت صدري كده، أنت قباط. طيب اسمحوا لي هناخد بريك بترنيمة وهقول وعظة سريعة جدا 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 مش هتزيد عن 3 ساعات، وبعدها على طول هناخد الأسئلة وهنطلع من بره بره على عشان نكمل مع بعض. يلا يلا، مين هيقول لنا ترنيمة؟ مين لي في الترانيم يا أبونا؟